نعم، معتقدي الخاص وكذلك هذه سياسة الولايات المتحدة هو أن العراق عليه أن يقوم باختيار أو باتخاذ هذه القرارات الصحيحة بأن نفسه يجب أن لا يتأثر بأي تأثير سواء تأثير إيراني أو التأثير الأمريكي. يمكن أن يكون هذا خطأ يرتكبه الكثير. نحن لا نتوقع من العراق أن يكون بلدا عظيما ويجيب على كل التوقعات لدى الولايات المتحدة، وليس بالضرورة أن يقوم باتباع كل الإرشادات كذلك التي تقوم بتوجيهها طهران، ولكن حقيقة أن هناك روابط جغرافية وتاريخية بين العراق وإيران. أعتقد أن هذا المنحة أو المقاربة المتزنة للعراق مع كل جيرانه هي طريقة صحيحة. إذا ما نظرنا إلى بعض حلفائنا كندا، المكسيك، فرنسا، بريطانيا العظمى، ألمانيا، نحن في أمريكا لا نتفق مع كل سياساتهم ولكننا نبقى حلفاء لهم. فمن المهم أن نفهم أن البلدان ليس لديها أصدقاء ولكن لديها مصالح، وطالما مصالح الولايات طالما مصالح العراق تتفق مع مصالح الولايات المتحدة نستطيع العمل عليها مع بعضنا. ولكن العراق ليس دولة صغيرة تابعة لإيران، ولا نعتقد كذلك يجب أن تكون 100% وبشكل حصري تابعة للولايات المتحدة. إذن واشنطن لا يجب أن يكون لديها سيطرة على بغداد، وطهران لا يجب أن يكون لديها سيطرة على بغداد. بغداد وشعب العراق هم الذين عليهم أن يقوموا بخيارات مستقلة من أجل مصلحة العراق. البعض يرى